نراجع ما بدأناه. قلنا نص معادلة برنولي يقول في حالة الجريان، لكن شنو يا جريان؟ يعني معادلة برنولي بها شروط ما تنطبق على أي جريان، بها فالثوابت تكون نحددها. فتقول في حالة الجريان الثابت، يعني ما تنطبق على الجريان المتغير وغير قابل للانضغاط، يعني ما تنطبق على مثلا الجريان اللي يكون قابل للانضغاط اللي هو عادة جريان الغازات مثلا اللي تتغير به كثافة المائع وما تظل ثابتة، وأن يكون السائل غير لزج. طبعا هاي حالة افتراضية، يعني ما عندنا سائل غير لزج، يعني أي سائل من السوائل هو لازم بيفد لزوجة، أو أي مائع لازم بيفد لزوجة معينة وإن كانت قليلة يعني، لكن اللزوجة يعني بالحقيقة بالسوائل الحقيقية اللزوجة لا تساوي صفر. فهو برنولي يفترض أنه اللزوجة تساوي صفر فرضية. يقول بهاي الحالة، بهاي الحالات اللي ذكرناها بهاي الشروط، يكون مجموع الطاقة، يا طاقة الطاقة اللي يمتلكها المائع اللي دا يجري، يكون مجموع الطاقة اللي هي عبارة عن قلنا طاقة الضغط والطاقة الحركية والطاقة الكامنة أو يسموها طاقة الارتفاع عن مستوى معين. هاي الطاقات ثلاثتهن مجموعهن في أي نقطة من نقاط المائع يكون ثابت، يكون ثابتا. يعني شنو معناته؟ معناته انه السرعة الزي، الطاقة الحركية زادت، الضغط زاد، الطاقة الكامنة زادت، قلت، مدري شنو، اهم شيء المجموع مالتين يبقى ثابت. لا بأس تتغير زن ثلاثتين، لكن كمجموع يبقى ثابت. زين، خلنا نجي نشوف، احنا اخذناها بس هنا شوي مرتبة بشكل اكثر. عندنا اول مكون من مكونات معادلة برنولي هو طاقة الضغط. طاقة الضغط، طلاب سمعوني مو؟ ماشي. طاقة الضغط اللي هي معبر عنها هذا بالسطر الأول، طاقة الضغط ممكن تعبر عنها بعدة تعابير حسب المتوفر عندك. احنا قلنا معادلة برنولي بالحقيقة هي هاي باللون الأصفر، الـ PV هو طاقة الضغط زائد الطاقة الحركية اللي هي نصف الكتلة في مربع السرعة، أو الكتلة في مربع السرعة على 2، وزائدا الـ MGH اللي هي الطاقة الكامنة، الكتلة في التعجيل في الارتفاع. إذن ثلاثتين هاي هي يعني المبدأ، أو خلينا نقول معادلة برنولي الأساسية. بعد ما قسمناها على الكتلة تكون عندنا شنو؟ لاحظ قسمناها على الكتلة، فهاي الطاقة هنا صارت بعد مو طاقة، صارت الطاقة لكل وحدة كتلة. يعني السائل ديجرش قد كتلته 1000 كيلوغرام مثلا، احنا نريد نعرف لكل 1 كيلوغرام ايش قد يملك طاقة كل 1 كيلوغرام، فقسمناها على الكتلة صارت الطاقة بير يونت ماس. يعني شنو؟ يعني الطاقة لكل وحدة كتلة. فبعد التقسيم والاختصارات وهاي الامور اللي سويناها، صار عندنا طاقة الضغط نعبر عنها بالبي اللي هو الضغط على الكثافة الكتلية، وعرفنا شلون صارت هاي طبعا بالمحاضرة السابقة، وهسه ايضا راح نعيدها. بعد ما قسمنا هذا المقدار على الكتلة راحت الام، فبقت عندي في تربيع على 2. بعد ما قسمت هذا المقدار، بعد ما قسمت هذا المقدار الام جي اتش على الكتلة الام، راحت الام بقت جي اتش. زين، بعدين ايش قالوا؟ قالوا احنا نقدر ايضا نعبر عن الطاقة كارتفاع، كارتفاع عمود ماء ايضا نقدر نعبر عنها. قالوا شلون؟ قالوا فقط نقسمها على التعجيل. فقسموا ذني المعادلات كلها على التعجيل، فنشأت عندنا هذه المعادلة الأخيرة باللون الأحمر. طلاب بس ثواني، بس ثواني. زين، فطلاب هسه أنا شريد منك تفتهم، أنه عندك معادلة برنولي بها 3 طاقات، كل طاقة ممكن التعبير عنها إما كطاقة إنرجي. يعني هنا هسه هنا هاي شنو الوحدات إذا استخدمت هاي المعادلة؟ شنو الوحدات راح تطلع؟ راح تطلع جول. ليش؟ لأن وحدات الطاقة هي جول. زين، هنا يعني جول كيلو جول، أقصد كل شيء، يعني كل ذني ممكن نستخدمها. إنرجي بير يونت ماس راح يطلع جول لكل كيلوغرام مثلا، على سبيل المثال ايش كاتب لك إنرجي بير يونت ماس؟ هنا ايش راح يطلع؟ راح يطلع مثلا متر، لأن ارتفاع بدلالة الارتفاع. فهاي بس أريدك تفهم هاي النقطة. زين، ننتقل حتى لا، لأنه وراء هواي يعني امثله حتى نحلها. نجي هاي المعادله احنا اسجيناها بس حمر عليها مرور سريع.
قسمناها على الكتلة، فش صار عندنا؟ صار عندنا يعني ذني الأمور شلون نقول الام اختصرت، فنشأت عندنا هاي المعادلة الأخيرة. وبعد ذلك بعد ما قسمت على التعجيل ايش صار عندي؟ نشأت عندي هاي المعادلة الأخيرة. طبعا هاي هنا شوفوا الكتلة راحت هنا، وبقى عندنا شنو هسه؟ واحد يقول لي زين مو هاي الكتلة وينها؟ هاي الكتلة ما راحت. اقول له مو هاي الكتلة صارت شنو؟ عندنا الكتلة على الحجم كثافة، حجم على كتلة مقلوب الكثافة، فذني ايضا صارت شنو؟ صارت رو. يعني عرفت هسه هاي الرو مين جتي بالمقام؟ لانه مقلوب الكثافة، هذا عندنا مقلوب الكثافة وهذا ايضا مقلوب الكثافة. زين نجي خلينا ناخذ فد مثال، لانه احنا امثله شويه ما اخذنا، يعني قليل اخذنا امثله، فخلينا نشوف المثال شلون ينحل. يقول ماء يجري، ماء يجري خلال انبوب قطره ايش قد يابه؟ قطره 5 سنتيمتر. فنكتب هنا هذا 5 سنتيمتر، هذا قطر الانبوب، تحت ضغط مقداره 29.43 نيوتن على السنتيمتر المربع. ضغط مقياس يعني شنو؟ يعني هذا مو ضغط حقيقي، هذا ضغط المقياس. يعني مثلا اذا قال لك ضغط مقياس فانت راسا يجيب بالك يعني شنو؟ يعني الضغط الجوي يساوي صفر، هاي معناته. زين وبمعدل سرعه مقداره 2 متر على الثانيه. اذا صار عندنا، القطر، يساوي ايش قد؟ يساوي 5. 5 شنو؟ 5 سنتيمتر. زين وصار عندنا ايضا الضغط مطيني اياه البي يساوي 29.43 عفوا نيوتن على السنتيمتر المربع. زين بعدين شو يقول؟ يقول وبمعدل سرعة مقداره 2 متر على الثانية. إذا منطيني السرعة 2 متر على الثانية. يريد الارتفاع الكلي أو الطاقة الكلية لكل وحدة وزن. الارتفاع الكلي شنو يعني؟ يعني الـ H، يعني اللي المعادلة الأخيرة اللي حكينا عليها اللي هي بدلالة الارتفاع. أو الطاقة الكلية لكل وحدة وزن، energy per unit mass، اللي هو شنو؟ الطاقة لكل وحدة كتلة. هم نقدر اللي هي المعادلة بالوسط صايرة اللي حكينا عليها، يعني هاي يريد اما الهيد واما هاي، اثنيناتهم تشتغل ما عندنا مشكلة، فاحنا راح نطلعها بدلالة الارتفاع الهيد. زين عندما الذي يكون ارتفاع الذي يكون على ارتفاع 5 متر فوق الاسناد. يعني شو منطيني هسه؟ منطيني الدي هذا ثابت، يعني ما قال لي القطر ما بي تغيير، صح؟ القطر هنا ما بي تغيير، من القطر ما بي تغيير، فانا ايش راح يصير عندي؟ راح السرعة ايضا راح يكون بها ما بيها تغيير. السرعة نفسها لانه حسب معادلة الاستمرارية Q يساوي A1 V1 اكتب يا معود و يساوي A2 V2. فهنا انت من عندك القطر ثابت ما ممكن السرعة تتغير، فشنو اللي راح يتغير؟ طاقة الضغط راح تتغير إذا اختلف الارتفاع. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الدي ثابت، السرعة ثابتة، البي راح يكون متغير، والارتفاع هو ده يقول لي متغير. ليش؟ انه يقول لي هاي 5 متر، هنا هذه لحظة هاي 5 متر، يعني ال H يا اتش هاي ال H2 يساوي 5 متر. ليش سميته H2؟ لانه هذا السهم هذا يبدي منه وينتهي لنا، فهاي هنا النقطة رقم 2 خلينا نسميها، وهاي هنا النقطة رقم 1. زين هذا يا بي يا بي هذا ال P1. فهنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا نطبق المعادلة مال برنولي. هو شو يريد؟ يريد الارتفاع الكلي. هنا الارتفاع الكلي طبعا يكون عند مقطع ها هنا ما يريد عند النقطه 1 والنقطه 2، يريد فقط عند النقطه 2. فانا ايش عندي؟ هذا ايضا 2 هنا، هو مطيني اياها بالسؤال. المعادله برنولي ايش تقول؟ تقول يابا طاقه الضغط اللي هي الرو، العفو البي، هاي البي اكتبها عدل، هاي البي مقسومه على الكثافه زائدا
ال V تربيع السرعة مربع السرعة مقسوم على 2، حستخدم آني يا معادلة؟ راح استخدم فد لحظة خلي نريد بدلات الارتفاع نسويها. المعادلة هاي الأخيرة هاي شوفوها، فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ال P مقسوم على الرو جي زائدا ال V تربيع مقسوم على 2 جي زائدا ال H. هنا خلينا نجي نشوف شنو الموجود عندنا. الموجود عندنا انه البي ايش قد؟ البي مطيني اياه 29.43 مقسوم على الرو. الماي ايش قد الكثافه مالته؟ الف، مو صحيح، الكثافه الكتليه الف كيلوغرام على المتر المكعب مضروبه في التعجيل الارضي 9.81. هذا راح، هذا اول مقدار راح، زائدا مربع السرعة. السرعة ايش قد يقول لي؟ يقول لي 2 متر على الثانية، يعني 2 تربيع على 2 جي، يعني 2 في التعجيل الارضي، زائد الارتفاع هو ده يقول لي 5. ها هي انحل السؤال، هاي مجموع، هو شي يريد الارتفاع الكلي او الطاقة الكلية لكل وحدة وزن. فهسه احنا الارتفاع الكلي ايش قد طلع عندنا؟ نجمعهن يطلع عندنا الناتج. خلينا نشوف ايش قد يطلع عندنا الناتج هنا، بس ثواني. خلينا نشوفها ثاني بالحاسب نسوي حتى. يطلع 29.43 تقسيم ألف مضروبة في 9.81، بعدين نجمع هوية، خلي خط كسر، 2 تربيع بس ثواني طلاب، هاي 2 هنا تربيع، نقسمها على 2 في 9.81، وبعدين ايضا نجمعها ويا الخمسة، فراح يطلع عندنا، راح يطلع عندنا بالنهاية هنا الارتفاع راح يساوي لي 5.2 المفروض، اذا مو احنا غلطانين بالحساب مضبوط ان شاء الله. ها 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 صح 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 صح، انا طبعا جدا اسف اخطأت بها. كلش ممتاز، ملاحظة مهمة، شوف هنا كلش ملاحظة مهمة. هنا ما حولنا الوحدات، احنا عبال الوحدات متناسقة. هنا عندنا متر، كلش ممتاز. هنا نيوتن على سنتيمتر مربع، فشو اسوي هنا؟ لازم رأسا احولها. رأسا احولها، فش اقول؟ اقول يابا هنا يساوي لي 29.43 نيوتن على السنتيمتر المربع، اضربها في سنتيمتر مربع اخليه هنا فوق والمتر مربع جوا، وهنا عليكم السلام. اهلا 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 دكتور، اهلا دكتور، شلون صحه؟ الله يحفظك يسلمك. لا لا بالعكس 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 دكتور، والله ماشي الحمد لله ماشي. طلاب فهسه هنا يفترض هسه هذا نمسح المقدار حتى نكتبه راسا في 10 اس 4، فيصير هنا 29.43 في 10 اس 4، هذا اول شيء. زين نجي على بعد شنو عندنا؟ هذا نيوتن سنتيمتر مربع، ها قطره، نعم اي مو الخمسه هسه هنا ما راح نحتاجها، ما راح نحتاج. ليش؟ انه انا ما احتاج اطلع، شلون احنا نقول الانبوب هو قطره ثابت، فهاي ما راح احتاجها. اللي احتاجه شنو؟ احتاج انه هذا حوله، واحتاج هاي 2 متر على الثانيه، واحتاج هاي الخمسه هي متر. فهسه بعد هذا الشغل ايش راح يصير عندي؟ هنا بس هاي اجي اضربها في 10 اس 4، ها فراح يصير عندي هنا الناتج اخر شيء، يصير عندي 35.2 متر. ليش متر؟ لانه احنا استخدمنا الارتفاع. اذا مثلا ما ردت تستخدم الارتفاع، تريد تستخرجها انرجي بير يونت ماس، هو قال لك الطاقه الكليه مثلا
لكل وحدة وزن. فش اللي تسويه شنو؟ تستخدم هاي المعادلة، اللي هاي المعادلة زين، اللي هي شنو؟ اللي هي راح هنا نستخدم الكثافة مقسومة بعد ما أقسم على التعجيل، وهنا أيضا ما أقسم على التعجيل، لكن هنا شنو عندي؟ راح أضرب في التعجيل، هاي الخمسة تنضرب بالتعجيل، فراح يطلع عندي غير رقم، لأنه راح نقيسه غير، يعني غير قياس. تلاحظ شلون؟ فهسه هاي 35.2 متر. خلينا نشوف الحل مالته، هذا الحل يعني مضبوط، الحل يعني اقصد به مرتب ومطبوع. فهنا ايش سوى هو؟ الدايمتر 5 حولها متر، مع انه هو ما استخدمها. البرجر مثل ما تفضلت زميلتكم قالت نحولها، لانه نحتاج انه الوحدات ما متناسقه، ف 29.43 نيوتن على سنتيمتر متر مربع، ضربها في 10 اس 4 حولها نيوتن على المتر المربع. هاي النقطة اللي يعني فاتتنا. السرعة هي 20 متر، العفو 2 متر على الثانية، ما يحتاج لها تحويل، ثابتة وحداتها جيدة. وهنا الـ H مرات في بعض المصادر يرمزوا له H، وفي مصادر أخرى يرمزوا له بالحرف Z أو Z. هذا الحرف يعني عادي، هو مقصود به الارتفاع، يعني 5 متر. فهنا شي يقول، يقول التوتال هيد، الارتفاع الكلي، اللي هو شنو الارتفاع الكلي؟ بريشر هيد، ارتفاع الضغط، ارتفاع الطاقة الحركية، زين، هذا الكينيتيك هيد. والديتم هيد هو ارتفاع الطاقة الكامنة، او طاقة الارتفاع يسموها. اذا الثلاثة تجمعها راح يطلع لك الارتفاع الطاقة الكلية او ارتفاع الكلي. هنا طبق، احنا سويناها كلها معادلة واحدة، هو سوى طلع طاقة الضغط على حدة، طاقة السرعة على حدة، وطاقة الارتفاع على حدة. طبعا احنا بنقول طاقة يعني من باب التسامح، ولا هي مو طاقة، هي تعبير يدل على الطاقة اللي هو الارتفاع. زين، فهنا الرو البي قسمها على الرو في جي، طلعت 30. هنا طلع هذا المقدار، وعندنا اخر شيء جمعها ويا الخمسة، طلع 35.204 متر، وهو الجواب المطلوب. هذا مسألة جدا بسيطة، لكن أرجو أن ما تغلطون مثل ما أنا هسه غلطت وما حولت الوحدات، وشوفون الناتج طلع ايش قد، طلع خطأ، يعني طلع 5 بوينت فد رقم، في حين هو شوف ايش قد الارتفاع، 35. زين، حاضرتي يا شاكر، ساعة تتقطع. زين، هسه خلينا نكتبها المعادلة. هسه عندنا هنا دي 1، الدي 1 ايش قد يساوي؟ قلنا 20 سنتيمتر. الدي 2 يساوي 10 سنتيمتر، والكيو قلنا هذا ما نكتبه، يعني 1 لو 2، 35 لتر بالثانيه. ارتفاع الانبوب اللي هو اتش 1 يساوي 6، والاتش 2 يساوي 4، طبعا متر هنا، هنا هم متر. وعندنا الضغط البي 1 يساوي 39.24 نيوتن على السنتيمتر المربع. طبعا هنا تشوفون انتم عندنا متر وعندنا سنتيمتر وعندنا لتر، فاحنا ايش راح نسوي؟ كلها راح نحولها متر. فنجي هنا قبل كل شيء، هاي الدي يقول وتساوي 20 على 100 0.2 سنتيمتر، العفو متر، هنا راح تصير متر. حتى ما ادخ بعد بها، هنا 0.1 هم اقسمها على 100 صارت 1 بالعشرة متر. هنا اللتر احوله شنو؟ من يقول لي؟ متر تكعيب، بالضبط، نقسم على الف، العفو، لانه عندنا شنو؟ هنا من ضربه راح يصير عندنا لتر لي جوا، والمتر مكعب لي فوق، 1 متر مكعب هو الف لتر، فراح يصير تقسيم الف، فيصير عندنا هنا، راح امسح هاي تاخذ مكان، ويساوي 0.035 متر مكعب، يعني 35 بالالف متر مكعب. هاي راحت 6 متر 4 متر ما عندنا مشكلة بيها، دني ما عندنا مشكلة بيها. هنا اخر وحدة هاي نيوتن على السنتيمتر المربع، فشنو نسوي؟ لازم نضربها في شنو؟ نضربها في 10000. فشو تصير هنا عندنا؟ تصير يساوي في 100 كلها تطلع برا، تصير 39 24، وهاي صفرين، نيوتن
المتر المربع. هاي هنا المعطيات مالتي. زين الآن بعد ما حولت الأرقام مالتي والمعطيات ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي أطبق المعادلة مالتي حتى أعرف الضغط. فهو هنا شي يقول؟ يقول عندي المعادلة مالتي شي تقول؟ تقول البي الضغط مقسوم على الرو جي، طبعا هنا 1، زائدا السرعة تربيع، السرعة الأولى تربيع مقسومة على 2 جي، زائدا ال H1 يساوي لي ال P2 اللي أنا أريده مجهول بالسؤال مقسوم على الرو جي أيضا، وزائدا ال V2 تربيع على 2 جي، زائدا H1. هنا لو تلاحظون شنو المعلوم عندي وشنو المجهول؟ شنو المعلوم وش اي صحيح هذا صح H2، والله عمي صحيح هاي ال H2. زين هنا نجي نعوض، خلينا نجي نعوض الارقام. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اكتبها هنا جواب غير لون. هذا ال P1 راح يصير عندي بالضبط هيك حكتبه 39 0.24 في 10 اس 4 مقسوم على الكثافة شقد؟ الكثافة الف، ماي هو ده يقول لي نعم، في التعجيل اللي هو 9.81، هذا المقدار الاول، زائدا المقدار الثاني اللي هو السرعة تربيع، يا سرعة السرعة الاولى. زين السرعة الاولى منطيني اياها، منطيني السرعة الاولى، كلش ممتاز كلش ممتاز. هسه عرفتوا ليش منطينا الكيو؟ من الكيو راح استخرج شو اقول؟ اقول الاي 1 هنا، يعني ما راح اخلي سهم، اكتب يساوي هنا ايش اكتب؟ اقول يساوي، طبعا يعني بخطوه جديده بس انا شايف الصفحه ما تكفي، اقول اي 1 في 1 ويساوي اي 2 في 2. زين انا هنا منطيني الاقطار، اذا اقدر اطلع المساحات. فاذا هنا شو اقول؟ اقول من عدها الاي 1 شو تساوي لي؟ شوف شلون الحل، هو دي يقول، هو دي يدليني الاي 1 شو يساوي لي؟ يساوي لي باي دي تربيع، دي تربيع على 4، ويساوي هنا باي دي ايش قد مطيني؟ حولناه متر حتى رأسا لنغلط بيه، 0.2 تربيع على 4، هذا المقدار الأول. زين اللي يطلع هو آخر شيء يطلع 0.03، يعني هنا حكيت به يساوي 0.0314 متر مربع، هذا أول واحد. نجي على الثاني الـ A2، ما راح أعيدها بعد هاي، شنو أي مو مشكلة، يجوز غلطان بال شو اسمه، غلطان مو مشكلة، أي هسه أعدل هاني بعدين. زين هنا باي في الواحد متر مربع، واحد بالعشرة متر، يعني هاي التربيع على 4، ايش قد يطلع الناتج؟ يطلع عندي الناتج 0.00785 متر مربع. هاي صار عندي المساحات جاهزة. خلص السؤال؟ لا بعد ما خلص. يريد من عندي؟ يريد ال V. احنا هاي كل حاجة دارين نطلع ال V. زين ال V انا راح امسح هسه، هاي راح امسحها المعطيات لانه ما اخذها مجال وما تخلينا نشتغل، هي موجودة بالسؤال. زين هنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا انه الكيو قلنا قسمناه على الف، فصار عندي شنو؟ صار عندي كانما 0.35، طبعا هنا بالالف لازم، هاي هنا ايش بالالف، يساوي الاي 1 ايش قد؟ 0.0314
مضروبة في السرعة الأولى. هسه السرعة الأولى راح تطلع عندي. السرعة الأولى ايش قد تساوي؟ تساوي 0.035 اللي هو معدل الجريان بعد ما حولناه المتر مكعب بالثانية، مقسوم على 0.0314 على المساحة اللي استخرجناها، المساحة الأولى اللي استخرجناها قبل شوية. فالسرعة الأولى راح تصير تساوي عندنا تساوي 1.114 متر على الثانية. وعرفني ليش متر على الثانية صارت، شرحناها سابقا يعني. هاي خليها نشيلها، وهاي خلينا نشيلها بعد ما نحتاجها. زين، نجي على السرعة الثانية. هسه السرعة الأولى وين حطبقها؟ السرعة الأولى راح أطبقها هنا. زين، السرعة الثانية الـ V2 ايش راح تساوي؟ الـ V2 تساوي أيضا نفس التصريف 0.035 مقسوم على ايش قد؟ المساحة الثانية اللي هو 0.00785 ويساوي هنا، خلينا نشوف ايش قد يطلع. يطلع 4.456 متر على الثانية. هاي سرعتين صارت عندي موجودة. استفاديت من معادلة الاستمرارية تصريف ثابت، السرعة راح تختلف وفقا للأقطار أو وفقا للمساحات. زين، هسه أجي أعوض السرعة الثانية أيضا هنا، فراح أشيل يعني شنو رمز موجود راح أشيله، أخلي الأرقام الموجودة حتى نشوف شنو اللي راح يصفانا بعدين. زين، نجي هسه البي موجودة عندي البي 1، نعم موجودة وحولناها، فأكتبها هنا البي 1 اللي هي راح تصير كالآتي، تصير 39.24 في 10^4 مقسومة على الرو موجودة، نعم موجودة، جي موجودة، نعم موجودة، فأقول 10^3 يعني ألف هاي الكثافة مضروبة في 9.81 هاي راحت. هذا أول مقدار صار بالجيب. نجي المقدار الثاني، السرعة الأولى تربيع. السرعة الأولى تربيع إيش قد هياتها؟ 1.114 متر على الثانية الكل تربيع، هاي وحداتها أيضا متجانسة ما عندي مشكلة بيها. نجي على المقام 2 في جي. 2 في جي يعني شنو؟ يعني 2 مضروبة بالتعجيل الأرضي 9.81. الارتفاع ايش قد الارتفاع؟ 6/4 الارتفاع بالضبط 6، لانه شوف انت شلون تعرف الواحد من الاثنين؟ شوف اتجاه السهم اتجاه الجريان، فهنا السهم من ديجري ديجري من النقطة 1 الى النقطة 2، فاذا هذا الواحد فاقول زائدا 6. هذا المقدار كله كامل بس مجرد عمليات رياضية. نجي على الطرف الايمن، الطرف الايمن الضغط مجهول هو يريده. نجي على المقام، المقام ايضا نفسه هم 10^3 الكثافة مضروبة في 9.81 هذا التعجيل. زين، نجي على السرعة، مربع السرعة طلعنا مربع السرعة هذا، العفو طلعنا السرعة فبس اربعها، اجي امسح هذا واخليه. طبعا انتم بالامتحان مو تمسحون المعادلة كتبوها، بس انا كيف شوية يعني الشاشة محدودة فدا امسح. 4.456 هنا أربعها على 2 جي نفس المقدار على الطرف الأيسر. 2 جي يعني 2 مضروبة في التعجيل الأرضي. زين، بعد ذلك الـ H معلوم اللي هو 4، الـ H معلوم فنخليه 4 زائدا 4. هاي إيش بقى عندنا؟ بقى عندنا فقط الـ P2 هو المجهول. فبعد ترتيب المعادلة، بعد ترتيب المعادلة طبعا هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هذا المقدار، هذا المقدار راح يساوي لي 40. زين، زائدا هذا المقدار راح يساوي لي 0. يعني انت كل مقدار طلع على حدة حتى لا تدوخ بي 0. خلينا نشوف هنا 6/3 زائدا 6 هذا راح الطرف الايمن الايسر عفوا هنا يساوي
يساوي ال P2 بعدها مجهولة ما نعرف اشقد مقسوم على 9810 كثافة في تعجيل زائدا هنا المقدار الثاني اشقد راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 1.012 بعد القسمة والضرب زائدا 4. زين، فانت بعد ما تخلص ما راح اكمل السؤال لانه صار سهل. بعد تجمع ذني ثلاثتهن، ايش قد يطلع لك الناتج؟ يطلع لك الناتج خلينا نقول، خلي اكملك اياه اخاف بعدين نقول ما حليت النية. زين، هنا يطلع اخر شيء من تجمعها يطلع 46.063. هنا من تجمع ذني، نجمع ذني الرقمين راح تطلع ايش قد؟ راح تطلع 5.012. الآن شو تسوي؟ هاي راح ننقلها إلى الطرف الآخر، الخمسة بوينت كسر راح ننقلها يم 46، فش راح يصير المعادلة مالتي؟ حصير كالآتي، حصير عندي 46 ناقص 5.012 يساوي ال P2 على هذا ال 9810 كثافة بتعجيل. بعد ذلك اخر شيء من عد هاي كلها من نخلص ال P2 راح تساوي هنا 40. هنا راح يصير فد لحظة، هنا يصير 41 هنا يعني 0.51 مضروبة في 9810 الناتج يطلع ايش قد؟ نشوفه بالحاسبة 41.051 مضروب 9810 راح يطلع فد رقم كبير، يعني رقم كبير اللي هو راح يكون 402710 نيوتن على المتر المربع، يعني باسكال نيوتن على المتر المربع. اذا تريد تسوي يعني كيلو باسكال راح يصير تقسمه على الف اذا تريد، يعني فيصير 402.710 كيلو نيوتن على المتر المربع يعني كيلو باسكال. فهذا هو الجواب النهائي، طلعنا الضغط. لهنا طلاب اكو سؤال قبل ما انتقل للسؤال اللي بعده، اكو سؤال؟ طلاب وياي اللي بعده، بس خلينا نشوف الحل مالته. اول شيء هذا الحل مرتب، راح يعني شخاف انا شويه بالشخابيط ما تفتهموها. هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي شوف الشنطانة انطانا القطر حول متر، من القطر طلع المساحة مثل ما احنا قبل شوية سوينا، بعدين الضغط هنا حوله من نيوتن على السنتيمتر المربع ضربه في 10 أس 4 حوله نيوتن على المتر المربع في سبيل انه يوحد الوحدات. الارتفاع احنا رمزنا له بالرمز H، هو رامز له بالرمز Z. هنا 6 متر طلع من عنده القطر، العفو لا اسف القطر، هاي معطيات السكشن 1. سكشن 2 الجزء الثاني او النقطه الثانيه ادي الدي 2 حولها راسا، يعني هنا انت ما سوى هاي الخطوات راسا حولها، طلع من عندها المساحه. ليش طلعنا المساحات؟ لانه ما عندي سرعه، والسرعه اني ما اقدر اطلعها الا من خلال معادله الاستمراريه بهذا السؤال. فطلع لي المساحات الاولى والثانيه، هاي الاولى وهاي الثانيه. الارتفاع معطيني 4، الضغط هو المجهول. فسوى لجأ الى معادلة الجريان او معادلة الاستمرارية اللي كيو يساوي 35 لتر على الثانية، حولها الى متر مكعب بالثانية. من خلال معادلة الاستمرارية طلع السرعة الاولى وطلع لنا السرعة الثانية، فاذا الان اصبحنا مؤهلين انه نطبق معادلة برنولي، لان يعني صار عندنا علم بجميع المدخلات، بس عندنا مدخل واحد يكون مجهول فرح نقدر نحل. فهنا عوض عن كل كسر بما يساوي، تلاحظون بقى عندي فقط ال P2 هو المجهول،
بعد ترتيب المعادلة آخر شيء الـ P2 طلع عندي، هلقى هذا الرقم في 9810 نيوتن على المتر المربع. هو سوى عجبه أنه يحولها على نيوتن على السنتيمتر المربع. طبعا هنا هاي هنا مربع، فهذا المقدار كله قسمه على 10 أس 4. أنت طبعا ما مجبور تقدر تخليه هذا نفس المقدار، إحنا ضربناه يعني ضربناه طلعنا الناتج قد، هو ما ضربه هيك خالي على الحطية هاي. فطلاب هسه لهنا صار واضح الحل، انتم تشوفوه مطول لكن هو بسيط جدا يعني ما بي فالتعقيد، معطيات معروفة او معروفة اما تصريحا يعني بالسؤال معطيك اياها، واما معروفة ضمنا. مثل ايش معروفة ضمنا؟ من يقول لي عندنا المعطيات تقسم نوعين، معطيات صريحة ومعطيات ضمنية. المعطيات الصريحة هاي موجودة بالسؤال، هاي هنا قطر كذا المدري شنو التصريف زين. المعطيات الضمنيه اللي معطينيها ها كلش ممتاز، مثل السرعه بعد، هاي السرعه ما موجوده بالسؤال لكن معطينيها ضمنيا اقدر استخرجها زين. عندك الاي المساحات اذا هم ما معطينيها لكن تقدر تستخرجها من الاقطار. فانت من يعطيك شوف شنو المعطى وشنو من هذا المعطى ايضا تقدر تستخرجه حتى تستفاد من عنده بالسؤال. فهاي بالنسبة لهذا المثال رقم 2، طبعا هو هذا الرسم مالته طلابنا. هذا هنا عندنا سؤال يقول ماء يجري بمعدل 50 لتر بالثانية. هذا شنو هسه 50 لتر بالثانية؟ هذا حجم لكل وحدة زمن يعني تصريف زين. خلال أنبوب طوله 100 متر. شوف هنا انطاني الطول زين، معادلة برنولي ما بيها طول، ليش انطاني طول؟ اذا اكو فد خلينا نقول فد لوفة اكو بالسؤال. وبقطر 600 ملم، وبقطر 600 ملم انطاني عند المقطع الف مقطع واحد يعني انطاني الدي 1 بس انطاني اياه بالمليمتر. خلينا ننتبه المقطع 2 القطر مالته تشقد 300 اذا انطاني الدي 2 ايضا. يميل الانبوب بمقدار وحدة طول واحدة لكل 30 وحدة من طول الانبوب، يعني كل 30 وحدة يعني مثلا كل 30 متر الانبوب يرتفع بمقدار او يميل بمقدار 1 متر. فهنا شنو انطاني الميل السلوب، وهسه راح اجي اشرح لكم اياه شلون. يقول جد الضغط عند المقطع 2، شي يريد؟ يريد البي 2. اذا علمت ان الضغط عند المقطع 1 هو كذا انطاني البي 1 زين. هنا شنو اللي الموجود عندي؟ اول شيء منطيني اقطار ومنطيني ايضا يعني معادله برنولي يريد نطبقها هنا، فنحتاج سرع. سرع ما منطيني، منطيني كيو ومنطيني دي. الدي من خلال راح نطلع مساحه العفو مساحه المقطع العرضي، ومن ثم نطبق معادله الاستمراري. اذا اول شيء شو احتاج؟ احتاج انه الفي 2 والفي الفي 1 والفي 2، فشو اقول؟ اقول كيو تساوي اي 1 في 1 وتساوي A2V2. أنا شريد الهدف مالتي الـ V1 والـ V2، فأحتاج أطلع الـ A1 والـ A2 وهي ممكن أنه نطلعها. فنجي نقول الـ A1 شي يساوي؟ الـ A1 يساوي باي D1 تربيع على 4 زين، ويساوي الباي مضروبة في الـ 600. هنا أحولها، ليش أحولها؟ لأنه عندي الأنبوب طوله 100 وهنا ملي متر هنا سنتيمتر، فأحولهم كلها للمتر وأخلص. فهنا 600 حتى حول المتر، الملي متر يتحول للمتر، ينظر يتقسم على ألف، فأقسم هنا على ألف. ولا تنسون هنا المفروض شنو؟ أربع على 4. هذا الـ A طبعا هنا راح يطلع فد رقم، هسه نشوفه ايش قد. الـ A2 راح يساوي لي باي D2 تربيع على 4، ويساوي أيضا باي في 300 أيضا مليمتر على 1000، نعم على 100 لا 1000 نسويها على 1000، هنا طبعا تربيع، وأيضا يساوي فد رقم. هسه نشوف ايش قد يساوي. هنا عندنا الـ A1 راح يصير 0.28
3 هنا متر مربع مساحة. الـ A2 راح تساوي لي 0.071 متر مربع بعد التقريب. هاي المساحات استخرجناها. بعد ذلك شنو اللي احتاجه؟ احتاج الان اطلع هسه ال H1، ها ال H العفو ال H1 لازم استخرجه، مو صحيح؟ هو ايش منطيني؟ منطيني الميل. هنا اركز وياي شويه، هنا اريدك تركز. الميل قد ينطينيها عن طريق زاويه، زين؟ يقول لك الزاويه مثلا خلينا نقول فرضا 30 درجه. فهنا من يريد الميل، فهو شو يسوي؟ العفو يريد الارتفاع، هو هسه هذا احنا المقصود ما نريد الارتفاع. هذا الارتفاع يعني شنو بالنسبه لهاي الزاويه؟ يعني مقابل. فشو يصير عندي؟ لازم استخدم قوانين المقابل. انا شنو عندي الدوال المثلثيه؟ عندي ساين، عندي ساين وعندي كوساين وعندي تان. الساين هو المقابل على الوتر، الكوساين هو شنو؟ المجاور على الوتر، والتان هو شنو؟ المقابل على المجاور. فأنا إذا أريد المقابل معناته لازم أدور على المعادلات اللي تحتوي على المقابل. فعندي أول شيء يحتوي على المقابل هو الساين، وثاني شيء هو الكوساين التان. الكوساين هنا ما عندي، زين. الكوساين شو وقت استخدمها؟ من يعطيني هاي الزاوية، فهذا راح يصير شنو؟ راح يصير مجاور وهكذا، زين. هسه أنا أريد فأمسح الكوساين، عندي تان وعندي ساين. هنا المقابل ما عندي، الوتر موجود مطينية 100 متر، هذا الوتر طول الأنبوب 100 متر. لكن شنو عندي ناقص؟ الزاوية ما عندي، يعني هنا غير احتاج اخلي زاوية حتى يطلع الرقم، اذا هذا ما راح يشتغل عندي، زين. التان ايضا هم احتاج زاوية، هم ما راح يشتغل عندي، وما مطيني المجاور، اذا ما راح يشتغل، زين. لعز راح اسوي بهيج حالة، بهيج حالة ما راح الجأ للدوال المثلثي، شو اسوي؟ نسبة وتناسب. هو ايش دي يقول لي بالسؤال؟ دي يقول لي هذا الأنبوب يرتفع بمقدار وحدة أو يميل بمقدار وحدة واحدة لكل 30 وحدة من طوله. يعني شنو؟ الأول شيء الوحدة شنو؟ هو بالمتر هسه معطيني إياها. فهنا شو أقول؟ أقول بما أنه واحد متر لكل 30 متر، إذا نشقد متر لكل 100 نسبة وتناسب. فهنا راح يصير الإكس مالتي اللي هو الإتش، انا هشيل الاكس، خلي الاتش احسن اللي احنا نريده، هذا الاتش. فهنا الاتش ايش راح يساوي؟ راح يساوي لي 100 طبعا في واحد هاي على 30، ويساوي 3.3. ها هي طلع عندي الارتفاع الاول، الارتفاع الاول اذا يساوي 3.3 متر، وهذا الحل مالته. يعني هنا خلينا نكتبه بالتفصيل حتى نمسح هذه المعادلة الجوة، يساوي 100 في 1 على 30 ويساوي 3.3، وعرفتوا نسبة وتناسب بسيطة، زين. نجي على الـ H2، الـ H2 مطينيها هنا صفر. شلون صفر؟ لأنه مع مستوى الإسناد، فالـ H2 رأسا تساوي صفر، زين. هسه شنو عندي؟ عندي نقص بعد؟ ما عندي نقص، اجي فقط اطبق ها العفو. شو احتاج؟ احنا قبل الاتشات المفروض كان نطلع الفي، يعني ها صار شويه بتقديم وتاخير، مو مشكله. الفي 1 ايش راح تساوي لي من المعادله هاي مال الجريان؟ تساوي لي الكيو اللي هو ثابت قلنا بالمعادله، مقسوم على الاي 1 مثنينات المعلومات. فايش راح يساوي الكيو؟ ايش قد؟ ها هنا الكيو لازم احوله هذا، لانه لازم بما انه كلها سويتها متر، فهذا لازم احوله ايضا. فشو يصير عندي؟ يصير عندي 50 لتر بالثانيه اضربه في هنا لتر اللي جوا يصير، والمتر المكعب احوله لي فوق، فواحد متر مكعب هو 1000 لتر. فمعناته 50 راح اقسمها على 1000 راح يعطيني متر مكعب بالثانيه. فاذا هنا شو اقول؟ 50 تقسيم 1000 يساوي لي 5 بالعشرة،
0.5 هذا حولته تقسيم المساحة الأولى، هاي المساحة الأولى اللي هي شنو 0.283. فهنا ايش قاعد يطلع الرقم؟ هسه نشوفه يطلع 1.7 تقريبا 7 متر بالثانية. عفوا طلاب، هاي هنا يعني المفروض تصير 5% وليس 5 بالعشرة، 5% هنا. فهنا ايش راح يصير عندي؟ هذا الرقم راح ينمسح، يصير 0.1، مو صحيح، 0. بالضبط 0.177 متر بالثانية. ممتاز. زين هسه هنا ايش راح يصير عندنا؟ هاي الفي 1 ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي ايضا الكيو، لكن شنو؟ على المساحة الثانية، ويساوي 0.05 مقسومة على 0.071. خلينا نشوف ايش قد يطلع الناتج. يطلع لنا 0.704 هذا متر ايضا على الثانية. بعد ما استخرجنا السرعة وصارت موجودة امامنا، راح نجي نطبق المعادلة. راح امسح الشغلات اللي ما نحتاجها. زين هنا اجي اطبق المعادلة اللي هي معادلة برنولي. شو تقول؟ تقول ال P1 على رو جي زائد ال V1 تربيع على 2G زائد ال H1 يساوي ال P2 اللي احنا نريده مقسوم على الرو جي زائد ال V2 تربيع مقسوم على 2G زائد ال H2. طبعا كلها معلومة ما عدا ال P2. راح نجي بس نعوض ال P1 ايش قد نعطيني اياها؟ ها انتبهوا هنا طلاب، نعطيني اياها 19.6062 نيوتن للسنتيمتر المربع. فنيوتن على السنتيمتر المربع من اريد لازم شو اسوي؟ احوله الى متر مربع. فلازم شنو؟ متر سنتيمتر مربع هنا يصير، ومتر مربع يصير جوه 1 × 10^4. فهنا شو اسوي؟ كانما هذا الرقم لازم اضربه في 10^4 مقسوم على الرو مال مي 1000 كيلوغرام على المتر المكعب مضروبة في التعجيل 9.81. هذا راح أول مقدار، راح ثاني مقدار، خلي أمسح هاي. خليه هسه ثاني مقدار اللي هو شنو؟ V1 تربيع. ال V1 تربيع إيش قد استخرجنا؟ هيا تجوا موجودة 0.177 تربيع مقسومة على 2 × 9.81 زائد ال H1 ايش قد؟ 3.3. هذا راح. نجي يساوي ال P2 هو يريدها، ال P2 هو يريدها مقسومة على رو جي اللي هي 1000 في 9.81، هاي خلصنا من عدها، زائد ال V2 اللي هي طلعناها ايش قد؟ 0.704 اللي هي ايضا تكون تربيع على 2 × 9.81 زائد ال H2 هو 0. ها هي. اذا الان بعد ما نرتب معادلتنا، الان بعد ما نرتب المعادله مالتنا وراح نجمع اذن ثلاثتين مع بعض. هسه نشوف الناتج بالصفحه الجايه، هاي نجمعهن مع بعض يطلع لنا فد رقم. هنا ذني بعد ما نصفيهن يطلع لنا فد رقم، فراح نحول هاي الى هاي الصفحة. هذا الرقم يطلع هنا ناقص هذا الرقم يطلع لنا فد رقم معين يساوي ال P2 على 9810 اللي هي حاصل ضرب التعجيل في الكثافة. طرفين ببساطتين راح تطلع عندنا ال P2 مثل ما تشوفون بالصفحة اللي راح تجي الصفحة اللاحقة. طلاب هنا هذا الحل تشوفوه نفس الحل السابق لكن مطبوع. فتشوفوا هنا اول شيء حول للقطر
إلى متر، طلع منه المساحة الأولى، هاي المساحة الأولى، بعدين الضغط كان بالنيوتن على السنتيمتر المربع، أقصد الضغط الأول حوله إلى نيوتن على المتر المربع مجرد أنه ضربه في 10^4. بعد ذلك طلع عنا القطر الثاني فقط حوله للمتر، وبعدين طلع من عدة المساحة بالمتر المربع. هنا طبعا لازم يكتب مربع زين. بعد ذلك من الكيو اللي هي حولها من اللتر إلى متر مكعب قسمها على ألف، والارتفاع الثاني قلنا صفر لأنه مع مستوى الإسناد، والارتفاع الثاني طلعناه عن طريق المعادلة هاي شرحناها سابقا، طلعنا 10/3 يعني 3.3. من الكيو طلعنا الفي 1 والفي 2 عن طريق هاي القوانين البسيطة، طلعت السرعة، فطبقنا رأسا معادلة برنولي كلها معلومة ما عدا الضغط هو المجهول. الضغط هنا بعد ما نصفي المعادلة راح يطلع لنا 22، طبعا هنا 228 و573 نيوتن على المتر المربع. هنا هو محولة طلعه بالسنتيمتر المربع مقسمة على 10,000، فأنت تقدر تخليه نفسه هذا مو مشكلة، وتقدر أيضا بالنيوتن على السنتيمتر المربع.